مساء الخير. شعر مجعد مموج مصفف بطرق تبدو للغالبية غريبة، لكنه بالنسبة لأصحابه موضة وتأنق. هذا هو موضوعنا الأول لهذه الليلة، لنتساءل فيما بعد من أين تطعمت اللهجة الجزائرية بمصطلحات جديدة وغريبة لم تسمع سابقا. تساؤلات وأخرى بدورنا نسعد كثيرا بطرحها على ضيفنا الدكتور يوسف حنطابلي الخبير الاجتماعي. أهلا بك. شكرا على الاستضافة في هذه الحصة. إن شاء الله نكون يعني تحليلاتنا ومقاربتنا تمس يعني شبابنا والمهتمين بالشأن الاجتماعي إن شاء الله. شكرا جزيلا. موضوعنا الأول، يدخلون إليها عاديين ويخرجون منها بتسريحات كنجوم الكرة والممثلين. شباب يتهافتون على صالونات حلاقة عصرية مجهزة بإمكانيات لم تكن موجودة في سنوات خلت. نتابع. تنظيف الوجه بمختلف الأقنعة والمستحضرات، الكيراتين والبوتوكس لترطيب الشعر، مواد تجميل إلى وقت قريب لم تكن تتوفر في صالونات الحلاقة للرجال. اليوم أصبح الشاب الجزائري يعتني بجماله بآخر ما تنتجه الشركات العالمية المختصة في مواد التجميل. كان لا بليبار ديجا مصغر، تعرف على كيراتين لي بروشين كاين فيها بزاف، كاين لي ليساج، كاين لي كيراتين البوتوكس، كان هادو هما لي برودوي اللي ميمشيو دوكا. ابا كيما كان دي ليساج بكري هذاك ماناش نخدمو بهم دوكا، هادوك سي بون تما بكري. هادو لي كيراتين عندنا كاين بزاف، فيها بزاف لي موديل اللي دخلوا. البوتوكس ما تما موديل واحد اخر ثاني تاعي كيما لا كيراتي مش حبوا موديل واحد اخر. يقول صاحب هذا المحل المتواجد ببلدية شراقة بالعاصمة ان تنظيف الوجه يعرفه اقبالا من قبل بعض الشباب. نتواج دي بو بداو بلا فابور، ان بلا فابور هذه تعدي هي تم رجليه وحده اوتوماتيكمون تحبس كي يخلص الماء، يكون تلق يكون بانوا لي بونوار اللي فيه وجهو كامل مليح. ما نحاولوا لي بونوار، كي نحاولوا لي بونوار عندنا غوماج، انا بليزير غوماج، ما كاين بليزير موديل تاع لي غوماج، ديري له مليح غوماج تنشفيه له في وجهو، لازم تحكيه له مليح في وجهو تعمره كامل غوماج. كي نشف هذاك الغوماج نحيلو غوماج، كي تنحيلو غوماج ديري له ماسك نوار. انا ماسك نوار عليك، انا دايرين ماسك نوار، كاينش في ماسك نوار يعاودي نحيلو لي بونوار اللي قاعدو فوق لابو هادوك. كي تنحيو كي نحاولو ماسك نوار عندنا نضرو ماسك، هاد لو ماسك نخليوه دي مينوت ان كاردور ينشف، كي ينشف يوصل وتشو سي بون هذاك هو النضواج ديك، ما كاش حاجه واحده اخرى. العصير كاين اللي يحب ينحي زعما كي طلع سيلو اللحيه قعد الشعر هذا اللي من فوق هنا، هذا كاين اللي ينحي بلاصير باش ما يعاودش ينوض للخف واللي يطول يجبدهم لا راسين. ظاهرة جديدة بدأت تغزو المجتمع الجزائري، ورغم الانتقادات غير أن الكثيرين يداومون عليها. عندي دي كليون سبيسيال تاع نيطواج ديبو، يجي يديرو غير نيطواج ديبو، كاين اللي يجي يحفف ومن بعد يدير نيطواج ديبو، كاين اللي يجي يدير كيراتين بوكو بليس، كاين اللي يجي يديرو نيطواج ديبو. واحد راح يتزوج عندو عرس عندو ما على باليش عندو وليمة عندو عفسة، يجي يدير نيطواج ديبو وشغل يجي آلاز بصح ما يريحش قدام الغاشي، ما مش راح نشوفوه كامل الناس باسكو كاين بزاف اللي عندهم كومبلكس ما يقدرش يدير نيطواج ديبو. راكي فاهم شغل درت ان كوا هكذايا مور تاع نيطواج سبيسيال نيطواج ديبو باش كي يدخل لان كليون يسخا اليز يسي ما يكونش كومبليكسي، باسكو لو كان نخليها قد في الكرسي ليكا شغل الغاشي منا بالك يحشم بالك، ما لازم نخمو على الكليون، خمم عليا خمم على كلش.
العامل في المجتمع الجزائري يلاحظ شباب اليوم يتفنن في قصات شعر دخيلة على ثقافتنا. احنا دوكا ليجان تاع دوكا كاع نديرو ليساج، نديرو كيراتين كيما راني داير كيراتين دوكا، وهكذا لازم شعرنا ماشي شباب. ايه والله كوب تاعنا تقول هكذا تاع دوكا كاع نحفو هكذا. هذه دي جات انا بور موش نشوفو ماريكان هي اللي ما كاش واحد اخر اللي يقدر جاب لي ربي واحد يباطيها. فعندهم دي صالون شابين، عندهم دي كوافير شابين يخدموا مليح، بلوس دي صان عندهم ماتيريال. فما حنا عندنا لي صالون شابين، عندنا خدامين شابين، شنو شغل ناقصين في الماتيريال؟ ماتيريال ما عندناش، واش عندهم هما؟ ما عندناش لي سباس، لي سباس سي فيزامون، وما عندناش بزاف لي سباس باش تقدري تطاميليوري الصالون ديالك. اه تبدلوا لي كوب تاع دوكا بزاف، هاك تسمى شعرهم يخلو طويل بزاف من الفوق، ماشي كيما بكري لي كوب كامل كورت، ما شعر بزاف يديجاجيو بزاف. دوك ولا جون يحفف كل سمانه، كاين ربع ايام خمس ايام يجي يحفف، وشعره لازم تسمى في سمانه في شهر لازم يدير له برود ويخطر زوج. الانستغرام، التويتر ومواقع التواصل الاجتماعي مصدرهم في البحث عن اخر قصات شعر المشاهير واللاعبين الدوليين. مكوات ومجفف الشعر وسيلتان ضروريتان في صالونات الحلاقة للرجال، جمال التسريحات الجديدة لا يكتمل إلا بهما. أنا كل ما ندوش نجبد شعري، خطرة في سمانة زوج خطرات صاديفون. لي جان تاع دوكا ما كاش منها هادي، كاع حبوا لي صالون هادو. الشيوخة تاع بكري بالك لي كبار شوية هادوك وي، بصح تاع دوكا كاع كيف كيف. شغل دوكا كاع رانا نحفو كيف كيف، فهمتي؟ مين داك طيحي في مصغر هكذا يحفك شغل ينحي شعروك كاع. كاين اللي يتحرق له شعره زعما كيما يدير كيراتين يكثر منها شويه يبدا يتحرق زعما يولي رايح للصفر، ينحيه باش يعاود يكبر له باش يعاود يزيد يدير له، فهمتي؟ يجي 3 شهور كذا يجي يدير بروشين كذا يسقم شعره 6 شهور راح يخدم. بالأمس كان سهلاً أن تفتح صالون حلاقة، يكفي أن توفر مقصاً ومرآة ومشطاً بسيطاً. أما اليوم فصالونات الحلاقة للرجال باتت عبارة عن مخابر للتجميل تحتوي على وسائل وأجهزة يدفع الزبون ثمن غلائها. إذن مشاهدينا نعود إلى الأستوديو بعد متابعة هذا الروبورتاج الذي أعدته إمام بالعمري. نعود أيضا ونرحب من جديد بالدكتور يوسف حنطابلي. يعني تابعنا هذه الصور، ربما الكثير ينتقد إقبال الشباب اليوم على هذه الصالونات الحلاقة. هي أولا وقبل كل شيء يعني قضية هذه الظواهر الاجتماعية أو المجتمعية، يعني اللي يعيطون بالفرنسية سي دي فينومين دو سوسيتي، وهي مرتبطه بلحظه معينه يعيشها الشباب الجزائري او الاجيال الحاليه، يريد من خلالها ان يعبر عن وضعه، يريد ان تكون لسان حاله ان صح التعبير. و هذا النوع من الظواهر يعني يمكن من خلالها أن نلمس كيف يتغير المجتمع الجزائري في حد ذاته، بمعنى أنها هي مؤشر تعطينا كيف يتصور المجتمع الجزائري قيم الجمال وقيم قيم الجسد إن صح التعبير من خلال الشباب المقبل على هذا النوع من تسريحات الشعر أو هذه الصالونات. يجب أن نعطي صورة قبل أن يعني أخوض في التحليل. يعني يجب أن نقول بأن المجتمعات المعاصرة سواء كانت المجتمعات المتحضرة
في معقل الحضارة أو المجتمعات التابعة مثل المجتمعات العربية الإسلامية تعرف نفس الظواهر، بمعنى أن العلماء، وهذه هي صور العلماء، أن هذا سمة التغيير وسمة التغير لم تعد تعني المجتمعات التي تتحرك إلى الأمام، بل تجر معها المجتمعات الأخرى من خلال تنميط صورة معينة أو تنميط قيمة معينة. ممكن المجتمعات القديمة لم تكن بهذا الشكل. طبعا تحدثت أستاذ، أنا أريد برك نعطي مقدمات حتى أصل إلى تحليل. معليش، تحدثت على أنه هو شكل من أشكال التعبير. ربما الجيل تاع اليوم، ما هي الرسالة التي يود إيصالها من خلال يعني مثل هذه التصريحات، من خلال أيضا لبس بعض الألبسة؟ نعم، هذه اللي حبيت نتكلم، يعني راني حبيت نعطي مقدمات باش أصل إلى خاتمة الفكرة. احنا قلنا بأن كما قلت، يعني هذا النوع من تسريحات الشعر واللباس تدخل في إطار كما قلت التعبيرات اليومية. الآن يجب أن نقول بأن الشاب أو إنسان يجب أن يعبر عن وجوده. الأدوات التعبيرية الكلاسيكية هي اللغة، هي الكلام. إن تعذر عليه أن يعبر بكلامه، يعبر بأشياء أخرى من خلال إيماءات وإيحاءات وسلوكات، ومن بينها المظاهر الخارجية. هذا النوع يجب يقرأ من هذا الجانب، بمعنى أن الشاب الجزائري يريد أن يتطلع إلى شيء ما، يريد أن يغير واقعه، يريد أن يعني يعيش لحظته التاريخية، ولكن يبدو أن فئة من الشباب، وأنا أقول لك يعني نعطيها لك يعني ممكن حتى لا أحكم الفئة الأكثر التي تقبل على هذا النوع، فئة ليست مثقفة وليست متعلمة بالقدر الكافي، ممكن حتى ولو أنها متعلمة ولكن تعليمها ليس ذو التميز إن صح التعبير، لأن الإنسان عندما يتميز في مستويات معينة لا يبحث عن أنه يتميز من هذا النوع، لأن هذه هي نوع من التميز، نوع من يعني يحاول الشاب يعبر بأنه يختلف عن الآخر. وهذه هي كما قلت في البداية أن سمة الاختلاف وسمة التغير هي سمة طبيعية في المجتمع. إذا المجتمع الجزائري لا يمكن أن يبقى مجتمع تقليدي كما كان عليه في القديم، منمط في السلوك وفي المظهر وفي في 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 الشكل. إذا المجتمعات المتحضرة فيها نوع من تغير في الآن. النماذج التي يبحث عنها، وهذا هو الإشكال، النماذج التي يبحث عنها الشاب الجزائري في التعبير عن الذات. الآن أنا أقول لك يعني باش يعني نقول نكون منسجمين مع هذا الروبورتاج، الشاب الجزائري عندما ينظر إليه في المرآة، يعني ينظر إلى المرآة لا ينظر إلى جسمه ولا ينظر إلى صورته، بل هو يبحث عن صورة يراها في المرآة، بمعنى أن المرآة التي يراها الشاب الجزائري ليست مرآة التي نراها لكي نحسن مظهرنا، ولكن المرآة هي النماذج التي تعطى له، يعني حتى يبحث عن أنه ينسجم معها، بمعنى أن ترى بأن كل تسريحات الشعر تبحث عنها وتحاول أن تشوف يعني مصدرها كلها نماذج مسوقة اقتصاديا، مسوقة استهلاكيا، مسوقة إشهاريا، تعطي نماذج للتفوق، تعطي نماذج للتميز، تعطي نماذج للنجاح بين قوسين. وبالتالي هذه تسريحات الشعر يريد الشاب الجزائري أن يتماهى معها لأنه لم يجد. نفهم أنه هي محاولة للتغطية عن نقص اجتماعي، نقص في الذات، نقص ربما في التكوين. هو قد يكون نتيجة نقص، ولكن نتيجة كثافة وقوة الصور التي يلتقطها الشاب الجزائري، حتى يشعر بأن وجوده مرتبط بأنه يتماهى مع هذه الصورة، حتى يجد لنفسه يعني نوع من التميز، نوع من الشعور بالذات. وهذا ليس عيبا أن يتميز الشاب الجزائري، ولكن عندما المجتمع يفقد آلية التعبير والتميز ولا يجد الفرد وخاصة الشاب حتى يشعر بأن لديه قوة الإبداع، قوة التميز، قوة التعبير، لن يجد. إذا لم يجد ما يعبر عن ذاته، يجد هذه الصور، يعني بمعنى أنك إن لم تستطع أن تغير واقعك، تغير شرطيتك التاريخية، شرطيتك الاجتماعية، تغير جسدك وتغير
تغير يعني ملامحك حتى تتماهى مع نماذج تعتقد بأهي نماذج النجاح ونماذج التغير المنشود. طبعا حتى لا يقال بأننا نتهجم على جيل اليوم، أيضا فيما مضى كانت هناك الاهتمام بالموضة، كان هناك أيضا تتبع ربما لقصات شعر مغنيين، لبس ألبسة معينة، يعني ربما هناك اختلاف بين الماضي والحاضر. شوف الان، شوف لما نتكلموا عن 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 اتباع صور معينه، هذه طبيعه انسانيه فطريه. الانسان يريد ان يكون لديه ان صح التعبير قدوه. القدوه ان كانت قدوه اخلاقيه، قدوه صوريه، قدوه سلوكيه، القدوه موجوده حتى الطفل الصغير لا يجد من يقتدي به الا اباه ان صح التعبير. اذا القدوه والتماهي والمحاكاه مع صوره يعتقدها الانسان بانها صوره كامله، هذه موجوده في اي انسان. وبالتالي هذا اللي يدفع إلى التغيير والتغير، يعني المجتمع يتغير ملامحه لأن هناك شباب يريد أن يتميز. يعني إن لم يعبر الشاب عن تميز ما، كيف يتغير المجتمع؟ لأن التغير الحقيقي المنشود في أي مجتمع هو من الشباب الصاعد الذي لا يريد أن يعيد إنتاج ويشطر النماذج التقليدية التي ورثناها إن صح التعبير عن ماضي. هذا الماضي يتم تجريمه، يتم رأيته على أنه ليس بماضي يعبر عن حضارة، ماضي تقليدي، ماضي كان عليه أن يتغير. إذن هذا سمة التميز والتغير سمة الشباب. إذن الآن المجتمع الجزائري، الآن القنوات التي يمنحها للشاب حتى يعبر عن هذا التميز لم يستطع أن تكون في إطار ما هو متفق عليه، ما هو مرغوب، ما هو منشود. إذن الشاب يعني تلتقطه أو تتلقفه هذه النماذج التي لا يمكن أن نقول بأنها سلبية 100%، لأن الآن لسنا بمحكمة ولا نحن على 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 يعني على على نظام قيم يعطي ما هو الجمال، ما هو الكمال، ما هو الحسن، ما هو القبيح، ما هو الشيء المقبول أو غير مقبول. ولكن المجتمع حقيقة لديه وعي ضمني، لديه وعي يعني في 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 لا شعور بأن هذه النماذج ليست محبذة وليست مقبولة. ولكن الشاب الجزائري يقول لك هذا ما وجدت لكي أعبر عن تميزي. في ذات سياق ربما هناك البعض من ينظر إلى الشباب ممن يعني يقومون بهذه التسريحات بنظرة الريبة. نعم، يعني لماذا هذه النظرة؟ على الرغم من أنه ربما قد يكون الأمر يتعلق فقط بتسريحة شعر وليس سلوك. هي في الحقيقة سوسيولوجيا هذا وذاك يفسرون بنفس الطريقة، بمعنى أن سوسيولوجيا الذي يحمل السلاح أو الذي يلبس القميص ويترك لحيته يعني بطريقة، هو يعبر عن وضعية معينة، يعبر عن سلوك معين. إذن النماذج هي الإشكال، ما هو النموذج الذي نقبله في المجتمع الجزائري؟ وهذا يدخل في نقاش يعني قد لا ننتهي به، ولا يعني لا 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 لا, لا, لا نتفق ما هي النماذج. هذا هو الأدوة الإشكال. إذن اللباس، وأنا نقول لك يعني لا أخفي أنني أهتم الآن بالموضة، من بين اهتمامات يعني في قضية علاقة الشباب بالموضة. وعندما أتكلم عن الموضة كبحث سوسيولوجي لا نقتصر على النساء أو على الرجال في ما هذه الصور، ولكن حتى الموضة الموجودة في الأعراس في الجامعات وحتى في المساجد. لأن حتى المساجد في المجتمع الجزائري عرفنا موجة معينة أن كاين الشباب الجزائري يعبر عن وجوده عن تدينه من خلال مظاهره. إذن حتى نعطي الصورة الكاملة للظاهرة الاجتماعية التي تبدو وتبرز على أن الجسد أصبح اهتمام، أصبح وسيلة تعبير، أصبح وسيلة تميز، نطبق هذا المبدأ على كل الفئات الاجتماعية، على كل النماذج، سواء الذي يذهب لتسريحة الشعر بالطريقة الحديثة عن طريق يعني المواد التجميلية، وحتى الذي يعبر عن تدين معين بشكل معين بتسريحة شعر معين بلحية معينة. إذن الظاهرة راهي حتى اللحية الآن أشوفه يعني في شفنا بأن اللحية أصبحت يعني في واحد الوقت كانت اللحية عبارة عن 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 عنوان ديني، أصبحت الآن عنوان عن 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 موضة. إذن الظاهرة يجب تقرأ من هذا المنظور. إذن إحنا عندما نتكلم عن المجتمعات الغربية، المجتمعات الغربية لها من الاختلاف والتنوع. أكيد ربما الحديث يطول، ولكن هناك بعض الصور يعني الآن نطلب من المخرج أن يضعها أمامنا. هذه الصور يعني احنا قمنا ب
تقرير يعالج نفس الظاهرة، كانت التعليقات كلها تصب في خانة السب والشتم اتجاه هؤلاء الشباب. يعني دكتور، لماذا يتم ربما النظر بعين التجريم اتجاه هؤلاء الشباب؟ نعم، الذي يجرم هذه الصور لديه حجج، ولكن الذي يقوم والذي يعني يقوم بهذا النوع من 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 التسريحات هو 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 هو, هو ليست لديه يعني أدوات للتعبير، لأنه هو لم يجد وسيلة لكي يعبر عن وجوده إلا شكله. يعني لا يمكن أن يقول إنسان يأتي مهما كانت، يعني نتكلم الآن بقيم المجتمع الجزائري حتى نعطي صورة بأننا عندما نحلل لا نبرر، ولكن نتكلم بقيم المجتمع الجزائري. هؤلاء الشباب عندما تقول له لماذا تقوم، أعطيني حجتك، أعطيني ما هو، يقول لك هذه روح العصر، وهذه يعني تعبير عن جمال، ولكن ليست لديه حجة قيمية. الذي يكون ضد هذا النوع عنده الحجة، يقول لك هذا ليس من ديننا، هذا تشبه بالكفار أو تشبه بالنصارى أو شيء مرتبط بأمور ممكن عنده حجج دينية. أكيد، يعني من خلال حديث أكيد، يعني معظم تعليقاتهم كانت تعبر عن استياءهم. نعم، من هؤلاء الشباب. لكن هنا نسأل، أين هو الحد الفاصل بين الحرية الشخصية والعرف الاجتماعي والمفهوم الديني في مثل هذه التسريحات؟ والله شوف، الذي يعلق هو يعلق لا لا لا، يعني عندما نتكلم عن الحرية، عندما يأتي الذي يعلق أنه يمنع أو يقوم بعمل فعل مادي، أنه يمنع الإنسان الذي يقوم بتسريحات الشعر بطريقة غير مقبولة، أنه يقول بأنه غير مقبول له ذلك، وهذه تدخل في حريته كذلك، أنه يعبر أو أنه يحكم على ذلك الشخص بأنه يقوم بأشياء غير مقبولة. والإنسان الذي يقوم بذلك الشيء يقول لك هذه حريتي، أنا أتصرف في جسدي، وجسدي ليس ملك المجتمع حتى يملي علي ما هي الطريقة التي أسرح بها شعري. ولكن هناك توجه عام في المجتمع الجزائري، يعني هناك يعني قيم عامة نوعا ما في يعني ترتاب، والريبة ليست في التسريحة في حد ذاتها، هي ما تخفيه من 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 شخصية، من 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 ميولات معينة نعتقد بأنها تعكسها، بمعنى أننا عندما نرى الصورة وكأن الإنسان الذي يرى يعني امرأة يحكم عليها من خلال شكلها على أنها، وهذا موجود في المجتمع حتى نقول موقعيا، وهذا خطأ. ولكن في بعض الأحيان النساء، يعني المرأة، تقوم ببعض السلوكات في المظاهر يعني تدفع المجتمع أنه يحكم عليها. لذلك احنا في ديننا يجب أن نحترم القيم العامة حتى لا يحكم علينا، يعني حتى نكون وفق قيم معينة في الحكم على الأشياء. إذن الإشكال والحكم على هذا النوع من التسريحات هو في اعتقاد المجتمع بأن وراءها هناك خلفية في على المستوى النفسي، على المستوى الجسدي. ولكن أعتقد أنه مثل هذه الأفكار ربما مستمدة من نصوص موجودة، يعني مثلا لما نتحدث عن المرأة هناك نصوص يعني تقول بأن المرأة المتبرجة مثلا محروم عليها الجنة، ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب تسريحات شعر، هناك من يقول بأنه تشبه. وأنا أعتقد بأن هذه قضية اجتماعية وليست قضية دينية، لأن من ناحية الدينية لا يمكن أن يحكم إنسان يقول بأن هذه المرأة هي كذا وكذا، هذا قضية اجتماعية. إذن المجتمع هو كذلك، يعني عندما المرأة تقول بيحكم عليها، هذا ليس رسول النبي حكم عليك، المجتمع هو كذلك، يعني لا يمكن أن تمنع مجتمع أنه يحكم عليك، يعني أنت تقوم بسلوك معين تقول هذا مجتمع متخلف ولا يعطي، ولكن حكم عليك. إذن القضية عندما نرى يعني مواقع التواصل الاجتماعي عندما يعبرون عن استيائهم أو عن تجريمهم أو أنهم عن عدم قبولهم، لأن هناك إلى حد ما ثقافة معيارية نعتقد بأن، وهذه نقولها لك صراحة، حتى في السبعينات كانت النوع من المواقف، حتى أنا نقول وعش حبيت نتكلم، القضية ليست في الشكل في حد ذاته، هي قضية في موقف المجتمع من تغير ما يعبر من خلاله ذلك الشخص عن وضعية اجتماعية معينة. في المجتمع الجزائري في السبعينيات كانت هناك يعني إعفاء الشعر ويعني اللحية، وكان المجتمع الجزائري يعني كنا نسمع آبائنا أو يعني إخواننا الكبار عندما يرى الأب أن ابنه بدأ يسرح شعره بطريقة يعني عشوائية، يعني يروح يديه مباشرة إلى الحلاق حتى يقطع شعره، يعني لأن كانت وسيلة التعبير، سيتي اون فاصون ديكسبريمي. اذا باش نكون واقعيين ونكون موضوعيين،
هذا النوع من التسريحة الشعر هي وسيلة التعبير عن تميز، وسيلة التعبير ليست في حد ذاتها لديها معنى، لأن لو نشوف المجتمع الجزائري من الستينيات حتى كانت لي بلوزون كوير، واحد الوقت كان الجزائري يلبس البلوزون كوير، دوك الان اللي تلبس بلوزون كوير يعني كما نقولوا احنا نسميهم، نقولها لك يعني كانوا يسميهم بالدرجه، ويسمح لي المشاهد الكريم يسموها هوزي، وهي كلمه هوزي نقولها لك يعني باش واحد ياخذ هوزي، كانت من كلمه فرنسيه واسمها اوزي، معناتها جات من اوداس، معناتها متجرئ يعني لديه الجراه. طبعا وكانت كل الصور، كل الصور تعبر عن وضع اجتماعي أكيد. وليست هي في حد ذاتها مجرمه. استاذ نعم. تسمح لي فقط نذهب الى فاصل وبعدها نعود لنواصل. كلمات جديدة تقتحم قاموس مفردات اللهجة الجزائرية، ما هو مصدرها؟ كيف انتقلت بين الألسن؟ وهل استخدام هذه المصطلحات أمر صحي أم مؤشر خطير؟ نتابع في هذا الروبورتاج لزهور سيني. كرهت البلاد، ديكوتيس، مليت، شبعت، عييت، هذه هي الكلام تاع الشارع. كيفاه نافيكي الصورد؟ كيفاه نجني الأموال؟ كفان صوفي كفان نربح؟ هذاك عنده هذاك ما عندوش، انا على خلقت هكذا. يا اخو نضربوا داره، راك فاهم؟ راك فاهم هذه ثاني كاينه في الحومه، انا طول الزنقه شريكي واش الحومه. دفرة الف راك هبل فامي، المسكه 100,000 حجره مليون، ازدوز 200,000 كاين بزاف صوالح. هي ألفاظ وعبارات يومية ابتكرها شباب للتواصل في الأحياء والشوارع تعبيرا عن وضعية ما قد تكون للترفيه. كل وقت وقته شريكي صاحبي هنا دوكا دوما قاس مانوفا جينيراسيون اوبليزي، كل وقت وقته بكري كانوا يربيو شعرهم شعر كبير، ودوكا كي تعرف الفيتور اللغه شغل كيما نقولوا تاع الجينيراسيون الجديده هذه شغل خارجه بلي كود كيما نقولوا، شغل لي كود باسكو كيما نقولوا كاين في اللاج تاعنا يحكوا بلي كود باسكو كاين كيما نقولوا ريسك بما بين لا فامي ومنا، ونسي جامي يكون فيها جايز واحد كبير ولا حاجه ما يفهمهاش، باسكو مين داك يكون فيها كيما نقولوا واحد المصطلحات شويه حاده ياك، شغل على شغل نتعاملوا بلي كود ماشي كيسيو قال لي جينيراسيون هذه جديده، ما في القديمه كاينه شنو هي، كاين واحد شغل كيما نقولوا ما نقولوش تطورت مي تبدلت شويه. المجتمع لوسكي لي فراغمونتي يعني يجزا، تصبح داخل المجتمع وداخل مناطق معينة لغة الجهة تختلف عن الجهة الأخرى. هي في الحقيقة ليست في الكلمات أو الإيحاءات، في بعض الكلمات التي نستعملها لديها معاني من فئة إلى فئة أخرى، بمعنى القضية التقنية والقضية مرتبطة بتواطؤ اجتماعي، بمعنى أن ما لاحظناه في المجتمعات وحتى في المناطق الشعبية الكلمات حتى من اللغة العربية السليمة تستعمل تلك في ذلك السياق، ولكن معناها محصور في ذلك المجموعة، بمعنى أن المجموعة اتفقت بأننا عندما نستعمل هذه الكلمة لديها معنى يختلف عن المعنى الذي نعتقد بأنه تدل عليه. ممكن في بعض الأحيان يخترعون كلمة جديدة، ولكن كلمات هي كما يسميها بالفرنسية سيت ان لونغاج دو كومبليسيتي. ظاهرة الألفاظ الغريبة وضعت بصمتها في كل زمان ومكان واختلفت استعمالاتها. مع مرور الزمن بدأنا ندخل تعبيرات فيها النوع من الريبة، نشعر بأن استعمالها في العائلة تحط من قيمة المجتمع، تحط من قيمة القيم الاجتماعية، لأن يعني الألفاظ التي تستعمل هي ليست سلبية هي في حد ذاتها، هي لديها معاني مرتبطة بانتماء معين، وبالتالي إذا دخل الطفل أو الابن إلى البيت واستعمل كلمات وأصبحت مقبولة، وكأن العائلة تشعر بأن القيم التي جاءت منها تلك الكلمات أصبحت مقبولة. إذن القضية ليست في الكلمة، القضية في مصدر تلك الكلمة، في منبع الكلمة التي هي كلمة إما من مناطق مختلفة وإما من يوميات داخل الشارع. وبالتالي يصبح الآن لو كان نشوفوا الحراك اللغوي في الجزائر ما كنا نعتقد بأنه غير مقبول، أصبح يستعمل في الحياة اليومية داخل الأسرة الجزائرية ولم يعد يعطي انطباعا سلبيا. أنا شافي الأب تاعي يقول له حسين، يقول له الطفل لازم يتلقم. احنا كاين دوكات كيجي يقول لك تلقم، ومعنى تلقم قهوته هما يقعدوك يعني تتقعد ويلقموك شتي كيما تلقم القهوة يعني تبدا باش تطلع باش تنشا مليح، وباش كي تكبر تكون مسجاره صالحه
تكون كيما الأب تاعك وتصبح راجل رزين، لأن الراجل الرزين هو المفهوم تاعو اللي يفهم كل ما في المجتمع هذاك المرزن. القاموس الكلامي للشباب لا يخلو من تعابير غريبة ينفر منها الجميع، قد تتحول إلى سلوكات تحركها الجماعة. مونت فاسني أنا تاع برا، يا شريكي يا شريكي، كاش جديد كاش تشيبا، تاع العاصمة عادية، كاش ما تعطينا، كاش مدخول كاش مخرج. كل وقت وكيفاش. هذه هي. دوكا 2018 اختي. احكي من لعبينا دوك مام البنات راهم يحكوا كيما حنايا دوك مام البنات تقول لك واش شريكي احكي مليح هكذا خلاص الهضره هذه ولات نورمال صافي ليا ندير دوك نهضروا كيما نهضروا في الدار دوك ولات الهضره في الزنقه باش تفهمي لازم تجوزي عندنا ستاج. هذه الجماعه التي توافقت على لغه معينه، هذه الجماعه لديها تشفيره في كلامها وفي سلوكها، اذن سي سيستم، يعني هو نسق نسق كلي فيه افعال وقال المشكل هنا من يحولها الى افعال وهو في الاصل لم يكن كذلك، هو ذلك الانسان الذي ياخذ تلك الكلمات مع مرور الزمن تجعله يتماهى مع سلوكات الجماعه التي استعملت تلك الكلمات والتي يدخل فيها هذا الكلام مع النسق من الافعال والاقوال. اذن انا عندما اخاف على ابني انه يستعمل كلمات معينه واعتقد بان ابني لا ينتمي الى تلك الفئه، اخشى ان تتحول افعاله بنفس الافعال التي تقوم بها تلك الفئه التي تستعمل تلك الالفاظ والاقوال. وللبنات نصيب من هذه الالفاظ، ترى هل يقف الاولياء موقف المتفرج دون توجيه ابنائهم؟ تحلبتي شريكي بون يا شغل كاين دي كود بيناتنا من لي سوفينير اللي صراو لنا شغل هكا نخدموا ان كود فوالا كاين بزاف شحال مخطره وكاع نديرو هكا تلمو هادي شغل شاك فوا التعاود خدمنا كلمة جدد مصطلح جدد في المجتمع ديالنا اللي نستعملوهم كاع. نو سوم توجور انسيان جينيراسيون اي هاد الهضرة اللي زايدة هكذايا سي با سا نا با دو سونس. ماشي ديالنا اللونغاج هذا، اللونغاج هذايا نجبدوه لا سورس ديالو سي من الحباس سي لي بريزون فوالا كوم لا بريزون سي اون كومون دي سا سي اون ايكول كاين يتعلم منها وكاين يتفسدو من اللونغاج هذايا سيغتو لي في تقول لك شريكي شي باج شريكي كاين دي مو فريمون لي ما يعجبوش سا في با بارتي دو نوتر كولتور. كونت اون لي زونتون بارلي اون با لامبرسيون كو سي دي جون كي فون بروندر لور كي فول بروندر لور افونير ان مان باسكو Tout commence par la parole, tout commence par la langue, déjà par la langue maternelle d'abord. Et quand on a la langue, la bonne langue, on a les bons mots, on sait s'exprimer, après les portes peuvent s'ouvrir. لغة الشارع هي دليل قاطع على انحراف المجتمع. ما عنده حتى يعني ريبير. مجتمع ضايع، شباب ضايع. العادة جديدة شريكي ونشاف أنا كاكي الله عيب هذا اللي يكسروا في يكسروا في الكلمة يكسروا في اللغة يكسروا في الهضرة شريكي كلام جديد هذا والله العيب والله العيب والله لونغاج هذا تاع لي جون ما نجموش نقولوا سي با زان لونغاج باسكو بالك سي جيتي جون الوغ بلاص بالك جو فيغي لا ميم شوز مي سامبلومون نقولوا لهم سي بلي سي با زان لونغاج. لكل جيل لغته ولكل جيل طريقة تواصله، ولكن لغة الجيل الحالي تجاوزت حدود اللباقة والأخلاق في بعض الأحيان. مصطلحات كشريكي مسكة وغيرها نتساءل عن أصلها وكيف انتقلت، هو سؤال نحاول الإجابة عنه دكتور. الآن إحنا عندما نرى بأن الجزائري حتما يحمل في تصوره وفي ذهنه اللغة معيارية يعتقد بأنها هي اللغة التي كانت تعبر عن خصوصية عن هوية جزائرية، وإحنا حتما نقول دائما أن اللغة هي وسيلة تواصل أو هي وسيلة تواصلية، ولكن ما تحمله من ألفاظ تعبر عن وعبارات تعبر عن هوية وهي كذلك وسيلة تربوية. المجتمع الجزائري معروف بأن مهما يعني نتكلموا عن الجزائر العميقة والجزائر يعني بكل أطرافها يعني سواء في المناطق الريفية ومناطق الحضارية
يعني كل المناطق الجزائرية لديها اللغة المعيارية التي تربطها بهويتها. ولعل اللحظة التاريخية التي كانت هناك علاقة وطيدة بين اللغة والهوية هي لحظة الاستعمار، لأن في لحظة الاستعمار لم يجد الجزائري أي تقنية أو أي ميكانيزم للمحافظة على هويته إلا من خلال لغة التواصل وما كان تحمله من تعبيرات تربوية، لكي يشعر كل فرد من أفراد المجتمع الجزائري، عندما أقول المجتمع يعني كل منطقة، كل جماعة، كل 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 يعني مستوى يعني حضاري معين، سواء ريف أو مدينة، حتى يكون الفرد الذي يندمج في المجتمع أو الذي ينشأ يتربى وفق تصور معين، حتى لا يلتف يعني لا 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 يلفت من 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 رقابة المجتمع ويذهب إلى المستعمر ويتأثر به. لكن هذه المصطلحات من أين أتت؟ الآن المجتمع الجزائري خد الاستقلال وبدأ ينفتح على كل ما هو متغير، لأن لحظة الاستعمار أنا سميتها لحظة الهوية أو ثقافة الهوية تجعل الإنسان ينغلق على نفسه ويبحث على الاستقرار وعلى الثبات، لأن هناك مستعمر يريد أن يغيره، وبالتالي كانت الألفاظ واللغة هي وسيلة وتقنية لكي يحافظ على هذا الانسجام. الآن بعد الاستعمار بدأ ينفتح انفتاح اقتصادي، سياسي، اجتماعي، ثقافي. الآن بدأ يتطور المجتمع الجزائري، بدأ هناك نوع من 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 التفاعل بين فئات اجتماعية مختلفة من أطراف ومن مناطق مختلفة. الآن لأن هذا شيء مهم، يعني في البداية كنا نسكن في مناطق لا يعرف بعضنا البعض، يعني الشرقي لا يعرف الغربي والغربي لا يعرف الجنوبي، وحتى داخل المناطق الحضارية كنا نعيش في قطوهات إن صح التعبير، والاستعمار غلق علينا وبالتالي لم نلاحظ هناك تغيير في اللهجة وفي العبارات. الآن بدأ المجتمع الجزائري يتفاعل، يعني يجي الوهراني والسكيكدي والبجاوي والمتيزي وزو والصحراوي يعيشوا في المدينة، وبدأ هناك التفاعل اللغوي، بدأ كل واحد يلتقف ويتلقف إن صح التعبير يعني مصطلحات الآخر، وبدأ التفاعل وبدأت تدخل على لهجتنا وعلى كلمنا ألفاظ هي نتيجة هذا التفاعل، وبالتالي بدأت يعني اللغة الجزائرية كالإسفنجة تقبل كل تغيير، لأن بدأنا نفتح على الآخر، على ذواتنا أولا وبدأنا نفتح على الآخر. الآن مع تطور الزمن يعني المنظومة التربوية تلعب دور على أنها تحافظ على لغة معيارية. قبل أن نتحدث عن المنظومة التربوية، لا يعني كيف تنتقل هذه المصطلحات؟ هذا هو الميكانيزم، يعني قلت لك المنظومة التربوية تحافظ على اللغة المعيارية، ولكن في الحياة اليومية يبدأ الأطفال والأبناء والناس يعني يأخذون كلمات لم يتعودوا عليها. من يأخذون هذه الكلمة؟ يأخذوها من الطرف الآخر من نفس الفئات الاجتماعية الذي يأتي من مناطق مختلفة. إحنا نقولها لك، يعني إحنا الجزائري أكبر تحدي عرفناه في السبعينيات والثمانينيات هو أنك تستعمل كلمات في حياتك اليومية في أسرتك هي كلمات ليست منك، يعني ليست من عادتك، هي من عادة الآخر تستعملها بحيطة، لأن في بعض الأحيان كلمات الآخر تعني معاني مختلفة عن يعني الكلمات التي تستعملها في أسرتك. وهذا حتى لا نقول يعني حتى دخلنا في واحد الإشكال وهذه قلناها ولاحظناها بأن الجزائري أصبح يستعمل كلمات يعني في أسرته مجرمة وتنظر لها نظرة سلبية. إذن لما بدأ يتطور المجتمع الجزائري يعني بدينا نحدد معالم القبول والرفض. نتجاوز فقط هذه النقطة على ذكر الأسرة، لماذا نجد هذا الاختلاف في الأسرة؟ ربما تجد الولد يتحدث بمصطلحات لا تتحدث بها الفتاة والعكس، لماذا نجدها اليوم؟ لأن الوسائط التي يستعملها الشاب الجزائري باختلاف الجنس وباختلاف الفئات تجعلك تعيش في وسط مستعمل فيه ألفاظ لديها منابع مختلفة. قلت بأن بداية قبول الاختلاف كان في السبعينيات والثمانينيات، الآن مع دخول التقنية ودخول يعني القنوات والتكنولوجيا أصبحت الروافد اللغوية تدخل على المجتمع الجزائري وأصبحت تعرب إن صح التعبير، وكان الجزائري أراد أو حاول أن يبيئ من صح التعبير ألفاظا داخلة ويحاول. عندما نقول إحنا في الجزائر، يعني إحنا باش نكونوا موضوعيين، عندما الجزائر يقول لك رحت للسينما، ذهبت إلى السينما أو ذهبت إلى جنسيبا، يعني ما عرفش يعني المسرح لا المسرح اللغة العربية، ولكن في الأصل كانت كلمة داخلة
عندما تقول انت السينما الجزائري في يعني في الاربعينيات يقول لك نروح للسينما، يعني اللي يروح السينما شي يشوف ينظروا لي لانه خلاص انقرض من المجتمع الغربي. لما تقول انت يا كلمات التي عربت ان صح التعبير هي نفس الكلمات التي تدخل الان في المجتمع الجزائري، وهي من منابع ثقافيه ومن وسائط او من قنواتها مختلفه تدخل على اللهجه وعلى الكلمات وتصبح يعني يعني وش توسيد تذبذب وتشوش على اللغة المعيارية وتجعلنا نشعر بأنها غير مقبولة. كيف يمكن أن تؤثر على اللغة العربية كل هذه المصطلحات؟ هذه اللي قلتها لك في البداية. لما كانت العبارات، وهذا هو الإشكال، لما كانت في القديم الجزائري يستعمل عبارات ويستعمل كلمات، قلنا بأن اللغة لغة التواصل، ولكن محتوياتها وتعابيرها وألفاظها عندها تعبير تربوي. عندما الكلمات هذه لا تؤدي هذه الوظيفة تصبح قيطوهات لغوية. ما معناتها قيطوهات لغوية؟ بمعنى أن تصبح وكأنك في المجتمع لديك أرخابيلات، في المجتمع أرخابيل يعني عبارة عن جزر، وبالتالي كل جماعة تستعمل الكلمات التي تشعر أو تشعر الفرد بأنه ينتمي إلى تلك الجماعة. بمعنى أنك أنت المثقف والصحفي الذي لديك تعبيرات لغوية، عندما تذهب إلى السوق أو تذهب إلى مكان ليس من انتمائك وتقبل الألفاظ المستعملة وتصبح تستعملها وكأنك أصبحت متورطا في تلك العلاقات الاجتماعية التي جرتك إلى 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 منبعها إن صح التعبير. أكيد في هذه النقطة أيضا نشاهد ربما البعض يحاول إدخال مثل هذه المصطلحات في الرسالة الإعلامية. ألا تعتقد بأننا هنا في مرحلة تحول، مرحلة تحول في الهوية الجزائرية؟ نعم، باعتبار أنه اللغة هي من المكونات. نعم، مكونات يعني هي تدخل، ولكن يبقى أن الإعلام لديه رسالة. يعني الإعلام لو يتبع يعني تيار اللغوي الموجود في الشارع وفي الواقع، يعني لم يعد يعطي الصورة ويعطي الرسالة التي يعني المرجوة. الإعلام ممكن يتماشى، وهو الذي عليه إن صح التعبير مع الأساتذة في الجامعة على أنهم يقوموا بنوع من التصفية. العبارات التي تدخل لأنها تعبر عن تطور، لأن كلماتنا اللي كانت موجودة في القديم لم تعد تعبر عن الواقع الذي نعيشه الآن، لأن الواقع الذي نعيشه الآن نوع فيه من التطور ومن التغير ومن الأدوات المستعملة، ما تجعل اللغة القديمة غير قادرة. إن احنا لا غير قادرين في الحقيقه، لان اللغه تقدر، يعني تقدر انت تجيب عالم كما انا عندي واحد بحاجه بسيطه، يعني قال لك واحد العالم يعني في اللغه كان عنده ابنه يعلمه اللغه العربيه، عنده علمه اللغه العربيه، وكان هذا العالم هذا يا اللغوي الكبير كان يستعمل حنا نسميه الطوندوز تاع اللحيه هذه تاع الطوندوز. واش قال له ابنه؟ قالوا لأن شفرة الحلاقة واسمها أداة الحلاقة. وش يقول لك هذا العالم؟ يقول لك لشدة تشبع ابني باللغة العربية ترجم أداة الحلاقة دون أن تكون موجودة في المعجم. قالوا يا أبي إنك تستعمل المحلقة، أو المحلقة أنا ما سمعتهاش، أنا سمعت العالم يتكلم. إذن إحنا اللي عندنا عجز في أننا نبيئ ونعبر عن الروافد وعن الأدوات المستعملة وعن التعبيرات التي بدأت تبدو في يوميتنا نستعملها بلغتنا العربية. عندما نعجز نستعمل كما قولوا احنا اللايكي والجيمي أستاذ في هذه النقطة بالذات، ألا تعتقد أنه اليوم عقلية الجزائري في حد ذاته تميل إلى الطرفة، وهو ما يدفعه إلى ابتكار مثل هذه المصطلحات؟ الطرفة والاستسهال، الاستسهال اللغوي، لأن عندما تعجز على أنك يعني لما نقول إحنا نعطيك مثال في الفيسبوك، هناك جام، هناك جام بالفرنسية ولايك بالإنجليزية. يعني الإنجليزي لم يعجز أنه يعبر عن هذه الحالة، عن هذا الشعور بلايك، والفرنسي لم يعجز على أنه يعبر بجام، وإحنا عجزنا أن نعبر يعني باللغة العربية موازي ونعرب تلك الكلمات. إذن القضية ليست قضية ضعف اللغة، ولكن ضعفنا نحن والاستسهال، يعني نستسهل، وفي بعض الأحيان لأنها تعبر عن وضعية ثقافية معينة. يعني عندما أقول للآخر بأنني أستعمل
هذه التعبيرات وكأنني أعطي شيء صورة بأنني أنا متوافق مع زماني، متوافق مع التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي أعطي للآخر يعني صورة بأنني أنا يعني ابن زماني. أو وهذه ممكن نقص وعقدة نقص في المجتمع الجزائري أو في أي مجتمع الذي كما يقول ابن خلدون المغلوب دائما مولع بالتقليد الغالب، لأن عندما يكون المغلوب عاجز عن أن يعبر عن واقعه يأتي بالكلمات ويأتي بالتعبيرات التي يجدها عند الغالب لكي يعبر عن وضعه، وهذه في الحقيقة وضعية غير. وسوف تلاحظ إن شاء الله ربي يعني يطولنا في عمرنا، لو المجتمع الجزائري يخرج من هذه الورطة اللغوية سوف يبتكر كلمات من اللغة العربية وسوف يذهب بها إلى أنها تصبح لغة جميلة. أو ربما نتحدث فقط عن دور المدارس. نعم. المدارس يعني هل المدرسة اليوم لا تقدم ربما ما يكفي لحماية اللغة العربية اليوم في المجتمع؟ هي شوف يعني نقول لك صراحة يعني المشكل يعني الوضعية التربوية التعليمية في المجتمع الجزائري، في المجتمع أتكلم، أن الشارع والواقع والبيوت وحياتنا اليومية أصبحت أكثر متطورة في أدواتها وفي أساليبها من المدرسة. يعني وكأن المدرسة متخلفة، يعني يجب أن نعيد النظر في طريقة التلقين. نعم، طريقة التلقين وأدوات التلقين، لأن الشاب حتى الجزائري حتى أن بعض المناهج اليوم وطريقة تقديمها هي نعم تميل إلى اللهجة العامية أكثر. لا يعني أنا نظر لك أنا على 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 على, على يعني كنت تكلموا عن المدرسة، نتكلموا من الناحية البيداغوجية. من ناحية البيداغوجية العلماء والمفكرين يقول لك بأن إذا كانت مدرسة من ناحية الأدوات والوسائل واللغة المستعملة تكون أقل تطور من الواقع والشارع والبيت تصبح هناك مفارقة اجتماعية. الآن نعطيك مثال، بعض من حتى لا أذكر اسمه، واحد من أشهر المبتكرين التكنولوجيين سئل هل لدى ابنك الطابلات والبورتابل، قالوا إني أمنعه من أن يستعمله، وهو من منتجي هذه السلعة. الناس قالوا هاو هذا يا إنسان يعني هو ينتج ويبتكر يعني هذه اللوحات الإلكترونية ويمنع ابنه، لأن ابنه في المدرسة يستعملها من 8 صباحا إلى 5 مساء، عندما يأتي إلى المنزل ما عندوش عقدة أنه يجب يستعمل الطابلات. احنا في الجزائر يعني كي نقول لك احنا نقول لك وسائل التقنية واللغة المستعملة، عندما الطفل يشاهد بأن المدرسة أقل تطورا لغويا استعمال الكلمات واستعمال العبارات والأستاذ عنده أساليب بيداغوجية جد وراقية وأدواتها يعني أقل تطور من البيت، يصبح التقنية وتصبح اللغات المستعملة أكثر يعني تجلب انتباه الطفل أكثر من المدرسة. والآن رانا نقاوم احنا كآباء وكأهل نقاوم الأبناء على أن تكون المدرسة يعني مرجعية. لماذا؟ لأننا نلاحظ بأن الطفل تستهويه الأشياء الخارج المدرسة أكثر من ما يستعمل في المدرسة. أكيد هناك ربما الكثير من الأغاني اليوم التي تروق لفئة المراهقين وتحمل مثل هذه المفردات، يعني كيف تؤثر في التكوين اللغوي للطفل؟ شوف يعني كي تروح أنت القديم، في القديم الغناء كان يعني لما تروح تتكلم مع ناس يعني في المناطق الريفية ولا الحضرية يقول لك الغناء والشعر، كان هناك علاقة وطيدة بين يوميات الإنسان والشعر. يعني الثقافة بين قوسين العالمة الأديبة كانت تهذب اللغة العامية لأن كانت هناك تواصل، كان تواصل يعني الطفل يخرج من المنزل يلتقي يعني الأديب والشاعر وحتى كما يقولوا احنا الحكواتي إن صح التعبير، وهناك علاقة تواصل، وبالتالي العائلة والأسرة يعني لا تجد هناك قطيعة بين لغتها المستعملة اليومية ولغة الشاعر والأديب وحتى المغني. الآن أصبح هناك فجوة كبيرة بين المغني وما يلتقطه من وسائل التعبير ووسائل الفنية ووسائل الأدبية والمجتمع. إذن لما تكون هناك قطيعة يصبح هناك يعني لا الأديب يعبر عن واقعه لأنه هو لديه أجندة فنية مرتبطة بأمور يعني تستهوي المنتجين وتستهوي يعني ربما فئة معينة من هذه، وبالتالي يعني كما قلنا احنا هذه الفئة يعني
يعني وكانت تستحوذ على ذلك الفن وتقول بان الفن هو هذا هو ما يعبر عن نحن كمجتمع، لان أكي. الفن لازم يكون يعبر عن كل فئات الاجتماعيه أكي. ليس على فئه معينه التي يعني يعني تجر الفنان الى تصور ويعتقد بانه يعبر عن ثقافه ويعبر عن توجه. قبل ان نختم فقط، ما هو الحل ربما للحفاظ على اللغة الجزائرية والمفردات الجزائرية الأصيلة وحتى العربية أيضا وحمايتها من مثل هذه المفردات؟ هي اللغة، من أنا أقول اللغة يجب أن تنوع اللغة من تعبيراتها، يجب تكون عندها وجود فني وجود أدبي، يعني كيف تكلموا عن اللغة المعيارية، الوجود الفني الأدبي يعني حتى في وسائل الإعلام يجب أن تكون هناك لغة سامية راقية حتى تكون هناك علاقة بين التعبيرات إن صحت وأشكالها في نظر الشاب ومحتواها، بمعنى أنه لا يرى اللغة العربية إلا في المواطن التقليدية والمناطق الركيكة والمناطق التي ينظر إليها على أنها غير متطورة، وتؤخذ هذه اللغة العربية يعني في مجالات وفي مساقات يعتقد بأنها تعبير عن تطور، تصبح المسرح باللغة العربية. عندما نقول اللغة العربية ليست لغة المتنبي ولا لغة الجاحد، اللغة العربية التي نستعملها أكيد. في حياتنا يعني المحسنة. أكيد. والحديث ربما يطول في هذا الموضوع لكننا مضطرون إلى أن نختم. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام عدد اليوم من برنامج 60 دقيقة، نلقاكم في عدد لاحقة، إلى اللقاء. شكرا.